أتواصل مع الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد مرحبا بك. إذن كيف تنظر إلى هذه الدعوة من الهند للرئيس السيسي للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية وهذه الزيارة إجمالا؟ أهلا بك دكتور خالد وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يعني دلالة مهمة جدا على دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في العيد 74 للجمهورية الهندية، بتؤكد على مكانة مصر الكبيرة لدى الدولة الهندية، وأيضا ينظر لهذه الزيارة على أساس أنها زيارة مهمة تعكس أن هناك حرص وإرادة سياسية مشتركة بين الدولتين الكبيرتين للعمل على تعزيز وتعظيم العمل المشترك سواء سياسيا أو اقتصاديا. وينظر للقاهرة من نيودلهي على اعتبار أنها هي بوابة القارة الأفريقية ومهمة جدا للدولة الهندية، من خلال أن لمصر تجربة رائدة وملهمة، ومن الممكن جدا أن يتم التنسيق بينهما في الكثير من القضايا محل الاهتمام المشترك. أيضا القاهرة تنظر إلى نيودلهي على اعتبار أنها أهم وأعرق الأمم تاريخيا، وبالتالي هناك رغبة سياسية مشتركة للعمل على أن تكون هناك آفاق وطموحات كبيرة وأمال متعددة لتنويع وتنويع العمل المشترك بين الدولتين. طيب على الصعيد الاقتصادي هنا دكتور حامد، ما الذي يمكن أن تستفيده مصر من الهند باعتبار الهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم؟ بالفعل يعني لو نظرنا لحجم التبادل التجاري بين الدولتين الكبيرتين هنجد أن الهند لديها صادرات الدولة المصرية تقدر ب 3.4 مليار دولار، ومصر تصدر إلى الهند أيضا بحوالي 3.5 مليار دولار، وهو ما يظهر أن هناك تقارب كبير في الميزان التجاري بين الدولتين، ويعكس أن هناك حرص كبير بين الدولتين للعمل على تنويع أنشطة النشاط الاستثماري، على اعتبار أن الدولة المصرية أصبحت قبلة مهمة للمستثمرين العرب والأجانب من خلال بنية تشريعية قوية، وأيضا من خلال فرص كبيرة وحوافز استثمارية تحقق أعلى الفوائد للكثير والكثير من المستثمرين، وأيضا يعني من خلال العمل على تنويع الشراكات سواء في مجال التكنولوجيا، على اعتبار ان الهند دوله رائده في مجال التكنولوجيا، ومن الممكن جدا ان تستفيد الدوله المصريه في هذا المجال، ايضا في المجال الزراعي وفي المجال الصناعي وغيره من المجالات التي من الممكن جدا ان تكون هناك رؤيه مشتركه مصريه هنديه لتوزيع وتنويع العمل المشترك في كافه المجالات. طب كيف تنظر دكتور حامد الى هذا الرقم الذي ذكرته انت، 3 مليارات دولار حجم التبادل او ما يزيد قليلا بين مصر والهند، أليس قليلا بالنظر إلى يعني العلاقة الوثيقة سياسيا يعني ما بين السياسة والاقتصاد هنا؟ طبعا لابد أن الاقتصاد هو مرآة السياسة أول، والسياسة أيضا هي مرآة الاقتصاد، لأن العلاقات المصرية الهندية هي علاقات وثيقة مرتبطة ارتباط وثيق، وهناك توافق وتطابق كبير في الرؤى في كافة القضايا الدولية والإقليمية وأيضا العربية. أما فيما يخص هذه الأرقام، هذه الأرقام لا تتناسب مع المكانة الكبيرة لكلا الدولتين، لا تتناسب مع حجم التقارب السياسي الكبير. في الفترة القادمة ستكون هناك شراكات أكبر وأوسع تعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة، وهناك حرص كبير من الدولتين على زيادة حجم الاستثمارات بشكل مباشر، والعمل على اعتبار أن الدولة المصرية أيضا لديها شراكات كبيرة في الكثير والكثير من الاستثمارات، يعني محطة بندان في أسوان تشارك فيها الشركات الهندية، وأيضا الدولة المصرية لديها باع كبير في الكثير من الأنشطة، وهناك فرص استثمارية تستطيع الشركات الهندية أن تستغلها لتحقيق أكبر الفوائد من خلال أمن واستقرار ووجود بعد تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة وتوافر الفرص العاملة، مما يؤكد على أن هناك يعني أرضية مشتركة تكون هي الدافع لتعزيز أوافر المحبة والأخاء وزيادة حجم التبادل التجاري في الفترة القادمة. دكتور حامد، ما في المقابل هنا ما الذي يمكن أن تستفيده الهند من مصر؟ يعني في ظني وتقديري أن الدولة المصرية بعدما قامت بالكثير من الإصلاحات وظهر ذلك جليا بالتعاون مع الكثير من المؤسسات الدولية، تستطيع الهند أن تستفيد بإقامة
مصانع للسيارات مثلا في المنطقة الصناعية في قناة السويس، إقامة الكثير من الأنشطة الزراعية، إقامة الكثير والكثير من الأنشطة التكنولوجية على اعتبار أن الهند متقدمة جدا في الجانب التكنولوجي، وأيضا هذا سيعيد بشكل كبير على زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المباشرة المصرية الهندية، في ظل أن مصر منفتحة على كل المدارس سواء أوروبيا سواء مع القوى الكبرى سواء مع دول شرق آسيا، في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع مصادر استثماراتها لكي تتحول بالفعل إلى بؤرة مهمة جدا للاستثمارات العربية والأجنبية والدولية تحقق أعلى الفوائد لكل من يريد أن يستثمر داخل الدولة المصرية. طيب مسألة الدعوة هنا دكتور حامد، هذه أول مرة يعني توجه دعوة من الهند لرئيس مصري لحضور هذا الاحتفال المهم وهو احتفالات يوم الجمهورية، يعني حتى في أوج توهج العلاقات المصرية الهندية في حقبة الستينيات فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هذه يعني هذه سابقة بالنسبة للرئيس السيسي، كيف تنظر إلى هذا الحدث؟ طبعا القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي ومنذ عام 2014 نجح في نسج شراكات سياسية واقتصادية قوية، وعاد بمصر إلى دورها الريادي والمحوري باعتبارها ركيزة رئيسية في الشرق الأوسط، وهو ما يظهر أن الدولة الهندية تنظر إلى القيادة السياسية المصرية باعتبارها هي محور استقرار المنطقة العربية ومحور استقرار الشرق الأوسط، ودلالة واضحة على ما تتمتع به القيادة السياسية المصرية من مكانة كبيرة. شاهدنا أيضا أنه يعني الرئيس السيسي ومن خلال مشاركاته في قمة تشيغراد في أوروبا يعني والحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد تبين أن هناك نظرة مختلفة للقيادة السياسية المصرية للكثير والكثير من كل دول العالم التي تسعى إلى إقامة علاقات قوية وتؤكد على مكانة الدولة المصرية باعتبارها هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية وهي محور استقرار منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل أزمات تحتاج إلى أن تكون هناك يعني في كل بؤرة في العالم نظام مستقر، وجود قيادة سياسية قادرة على إدارة هذه الجزء من العالم، ومصر لاعبا محوريا في منطقة الشرق الأوسط وتسعى إلى استقرار الأوضاع بشكل كبير، والدولة الهندية تولي اهتمام كبير لنسج شراكات اقتصادية وفقا لمبدأ رابع مع الدولة المصرية وتحقيق الكثير من النجاحات والنجاحات الاقتصادية والسياسية التي سيكون لها مردود إيجابي على شعوب البلدية. شكرا لك دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، شكرا على هذه المداخلة.